قال المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز في تصريح لقناة ليبيا الحدث أن النيابة العامة تنسق بشكل مباشر مع آمر الغرفة اللواء ونيس بوخمادة بخصوص إجراءات قبض أو مثل هذه الإجراءات لا تؤخذ من دون إذن وتنسيق من النيابة العسكرية، لافتا إلى السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات. وأوضح النقيب الخراز أنه لن يكون هناك مكان لمن أسماهم بالعابثين بالوطن في بنغازي.